السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد البغرير لكي يتقلب، يعني كان طيبه وكان قلبه. عندنا هنا مع جوج معالق ديال الماء في هذا البول، درت فيه الماء ودرت فيه جوج معالق ديال الخميره البلديه اللي كنصاوبهم في الطحين، كاينه الطريقه في القناه. الخميره البلديه الفوائد ديالها راه سابقينها، يعني راه صحيه ومفيده بزاف بزاف. درنا هنا الخميره البلديه، درنا الماء المدافي، غندير واحد شويه ديال الخميره الفوريه ديال العجين، واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق، كل واحد وكيفاش كيدير الملحه، يعني الملحه دائما تتخذ على حسب الذوق. نخلط هاد المكونات اللي هما الخميره البلديه، الخميره الفوريه، الملحه، الماء. غادي نجيب دابا طحين ديال القمح الكامل، يعني ما كاينش الفورس، ما كاينش الطحين الابيض، الطحين ديال الدار اللي كنصاوبو ها هو من خول. هاد الخبز هذا او الفطير كيجي لذيذ بزاف بزاف. كتخلطيه واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق كطيبيه، زيد شويه ديال الماء، الماء على حساب الماء على حساب الطحين. ماما انا غنوريكم القوام ديالها في الاخر. غنزيد مازال الماء دافي دائما. ها هو القوام ديالها، هو هذا صافي جاريه صافي. دابا غادي نحيد هادشي، نحيد هاد المعلقه وهاد الفوي، نديهم نحيدهم ونغطيها حتى تخمر، ضروري خاصها تخمر واحد 10 دقائق هكا كل ربع ساعه على حسب الجو، الخميره على حسب الجو. كطيبي هادي في الكوتي اولا الفطور، مثلا تفيقي في الصباح تخلطيها وتفطري بها. المهم بعد ما خمرت ليا انا بديت كنطيب، الاولى هي هذه، ها انتما كي كتجي هذه بالقمح خالص، خامره زوينه تاكليها مخير. هادشي ديال الفطائر تيكون زوين صراحة، تيكون هاهي طابت من هاد الجهة ومن هاد الجهة. غنستمر هكا حتى نكمل بغرير، حتى نكمل هاد الفطير.
اللي عندي. انتم شفتوا المقادير اللي فيه، المكونات بساط بزاف 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 وسهل. الا بغيتي تضاعفي الكميه نحرك هكا. دابا راه خامر كما قلت لكم، الدقيق ديال القمح الكامل ما فيهاش الدقيق الابيض. هاهو بعد ما كملت هانتوما شتو كي جا طايب من هنا ومن هنا. لا بغيتي تلوي بحال هكا تعمروه بشي حاجه وتاكلو، الزبده ولا المربى ولا اي حاجه. هذا املو عشاكتو معكم شحال مره. هو هذا املو ديال اللوز. هكا كيجي صراحة كيشهي زوين وخفيف. كدهني بأي حاجة. عندنا هنا العسل، هيا عندنا الزيت، زيت الزيتون، عندنا براد ديالتي بالنعناع مشحر زوين كيشهي. هاهو شوفو كي مكشكش. هذا دابا فطور ديال الصباح ولا الكوتي ديال العشية، خفيف وزوين واقتصادي وديال الدراوش. هانتوما شتو القمح مصايبينو في الدار، زيت الزيتون، العسل، اتاي، وتعمري تاكليهم مخير. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونكون خفيفة ظريفة عليكم. هانتوما هواتي غادي نكبو. هاتاي كما كنقولو بالرصة ديالو، تاي بالنعناع، الشاي بالنعناع. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول وقوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير على المشاركة وعلى